بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، قسم نهي شعبة الرياضيات وشعبة العلوم التجريبية، أقدم لكم تمرين في الكيمياء يخص التمديد المحلول والمعامل التمديد. نقرأ التمرين. يوجد في المخبر مصل سيروم فيزيولوجي، هو محلول كلور صوديوم في أكياس بلاستيكية تركيزه المولي 10 مول في الليتر. يريد أحد التلاميذ الحصول على 100 مليلتر من مصل تركيزه 0.1 مصل. ألف، ما هو معامل التمديد؟ ب، ما هو حجم المصل الابتدائي الذي يجب استعماله؟ و ج، أشرح الطريقة العملية التي يتبعها التلميذ في عملية التمديد. إذا الحل، أولا نبدأ في ألف ب، نبدأ في المعامل التمديد. المعامل التمديد هي الدلتا، هو سي على سي فتحة، سي هي 10 هاي لهنا، على 0.1 أو موجودة. تمدنا 100 هذه ألف. ب، حجم المصل الابتدائي، حجم المصل الابتدائي الذي يجب استعماله، استعملوا الطريقة هذه، سي في سي فتحة في فتحة، تمدنا الحجم الابتدائي هو في على سي فتحة مضربة في فتحة على سي، سي فتحة هو 0.1 هذا الابتدائي وهذا الناتج، مضربة في في فتحة، الفتحة هو 0.1 ثاني على لهنا كان 100 مليلتر، التلميذ الحصول على 100 مليلتر. ها شوف هنا ولا هنا، على على سي هي إنها سي هي 10، نتيجة 0.001 لتر، معناه 1 ملي لتر. جيم، شرح طريقة العملية، شرح طريقة العملية. أولا يأخذ الحجم، يأخذ حجم في 1 مليلتر من المصل من المصل في كيس بلاستيك، المركز بواسطة ماسة، بواسطة ماسة ماسة هي بيبت،
مزودة بإجاهة المص بإجازة اللمس لمس بإجازة اللمس ثانيا يضع الحجم حجم V داخل دورق إبروفيت غرادوي دورق عياري عياري سعته مئة مليمتر يكمل بواسطة الماء المقطر إلى غاية العيار بعد يسد الدورق ثم يرج سكوي المحلول للحصول على محلول متجانس هوموجين النتيجة نشوفوا الشرح ضفت لها بعض الترجمة الفرنسية لأن الأدوات اللي نخدمهم اليوم في المخبر شوية صعب في هذاك إذن ضفت لها ترجمة بالفرنسية اللي عندهم مستوى بالفرنسية بيفهموا الأدوات المستعملة في هذا المخبر والسلام عليكم ورحمة الله.